يوسف الفزاعي، تدخلات محمد فؤاد شاهدناه في بعض الكرات، طلال المجرشي كذلك، ابن هنا طلال والدخول والهدف الاول. نعم، والهدف الاول لفريق العين، هدف رائع، حارس خطره ليوسف الفزاعي، يوسف وسعيد القرني على التنفيذ، يوسف والتسديد والهدف الثاني. نعم، والهدف لفريق العين يوسف الفزاعي. محاولة الآن لمصلحة عند مجرشي في عرضية خطيرة، هدف فرصة الآن خطيرة، تسديد طويلة في منتصف الملعب، تعود الآن المحاولة خطيرة، تسديده هدف. سجل يقلص الفارق، هل ينجح الأسترالي في إبقاء النتيجة؟ تقدم من يوسف، أوه جول أول للعين من جديد، هنا إلى سعد الحربي، تغطية إلى يوسف الفزاعي، ينقل الكرة داخل منطقة الجزاء، وبداية ونهاية الدور الأول، هنا ركلة الجزاء للعين، عين الباحة من أجل العين، كل شيء هذا الموسم يعزز المناطق في هذا الدوري، وفرصة للثاني جول، هي الصدارة لكم. الله يا طلال، الله يا طلال، هذه فرصة، يوسف فوزاعي ينطلق إلى المرمى، جول ثالث رهيب، لكن قدم مباراة كبيرة، كرة ملعوبة الآن وفرصة لمحمد فؤاد، يبحثون عن رابع، جول رابع، هدف رابع لأول، يمرر الكرة كريشي يبحث عن زميل، تمرير كرة جميلة جدا، لا يوجد تسلل، خطيرة للعين، خطيرة للعين، خطيرة للعين، جول جول جول. ركلة الزاوية يوسف فوزعي يلعبها القائم الثاني في المرمى، جول فخر. كرة عند يحيى كعبي، هذه عرضية، هذه فرصة رأسية تأتي، الله الله، أوه. المشاهد بدون أهداف، تلعب الكرة أمامية السريعة بالخطأ أمام فيكتور، وهدف أول، جول لنادي العين، الفريق العيناوي اللي يبحث عن هدف ثاني وعن الصدارة، كرة ترسل والرأس تأتي في المرمى، جول على تنفيذ ضربة ركنية، عرضية من مجرشي، محاولة رأسية تمر من الجميع والإبعاد من دفاع الشعلة، وأبو بكر جول 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 جول. حتى المحافظة على الوصافة. عموما هنا الآن خطأ لمصلحة العين الرأسية، تسديده، أوهو فريق العين، هنا المحاولة والكرة والعرضية والهدف الأول، الله جول لفريق رمضان، يعني بهذه الأرقام فالعينوية هنا خطيرة الآن، محاولة عينوية، جول 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 عينوية. أنوارة، أنوارة ينطلق، أنوارة مر، أنوارة خطير للعين 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 للعين. كرة اللعب مرة عدت، بيتر أنوارة خطير، بيتر أنوارة جول، أوه لا 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 لا، جول جول، نعم خطيرة، بيتر أنوارة يحاول، والتغطية للعين، جول سيطر عليها بشكل كامل، وكادت أن تكون هدف أول لولا يعني تواجد أحد المدافعين الرئيسيين، هو حل عرضية طويلة، فرصة محاولة خطيرة عند طلال مجرشي، خطيرة الكرة هذه، تسديده، هو
3 نقاط من خلال هذه الجولة يصعد إلى 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 الصدارة. هنا الآن محاولة تسديدة خطيرة، هو حاول يعدي بشكل جميل مطير علي المشاغب صاحب القميص 7، شوف مطير في الطرف اليسار كرته إلى وين، تسديدة كرة ملعوبة جول حجي، هذا حسن حجي مايد المطيري البديل في أول كرة تقطع كرته، تسديدة ملعوبة جول نواف، ركلة الجزاء الآن لصالح العين وتقدم أبو بكر سيلة عنده 3 أهداف، أبو بكر جول هدف أول لصالح العين. الله على كرات سريعة، الله على سيلة يلعب الكرة، أبو بكر سيلة يسدد في المرمى جول عيناوي. أحمد كرنشي إلى إسماعيل وبالرأس جول المدافع بكرة وعرضية أولى، ولكن تجهيز أيضا جهة أقصى اليسار، كنترول بالصدر، تسديدة عادل طول أول جول تصل إلى شباك نادي حطين. أبو بكر سيلة، سيلة لاعب الغاني، سيلة على تنفيذ الخطأ القادم وفي المرمى الوسط ومن الجهة اليسرى، ولكن لدينا هنا مهند علاقي يتصدى لانفراده.